أسأل حضرتك يا باشمهندس، يعني مع استمرار الجدل حوالين خصوصية البيانات وتنظيم الذكاء الاصطناعي والنتائج اللي توصلت إليها هيئة حماية البيانات الإيطالية، إحنا في حاجة ماسة لضمانات قوية وتدابير عشان يتم تطوير ونشر المعلومات عبر الشات جي بي تي. اللي إحنا محتاجينه الفترة المقبلة عشان أعزز من هذه التدابير وفكرة الخصوصية للبيانات والمعلومات؟ يعني هو في تدابير على مستوى المستخدم البسيط، اللي هو مثلا ما تفتحش البرنامج من خلال البراوزر اللي عليه كل المعلومات الخاصه بيك او ملفات الكوكيز الخاصه بيك، افتح دايما من الصفحه اللي هي بتبقى واخده اخفاء للمعلومات الشخصيه، ودي موجوده في كل المتصفحات او كل البراوزرز الموجوده. حاول على قد ما تقدر تبقى تساله اسئله ما ياخدش منك، هو طبعا البرنامج معد ان لما الشخص يساله سؤال ياخد 4 مليون معلومه جوه السؤال الواحد ويقدر يجاوبك، يعني هو مستعد ان انت تساله البارامتر بتاعتك 4 مليون معلومه، يوصل لدرجه كبيره جدا. فرغم ذلك هو حاول وانت بتحط المعلومات بتاعتك تتجنب المعلومات الشخصيه، علشان المعلومات دي ممكن فيما بعد، يعني هو غالبا بيبقى يتم الاستخدام فيها بشكل تجاري اكتر من اي استغلال تاني.